المدارس وعلى المساجد الساحات العموميه الاسواق كذا من بعد الشوارع والكاسبيون با نو زينيرجي يعني في الاماكن اللي ممكن ما مي لا ويا كونسنتراسيون وين كاين تجمع كبير نتاع السكان الاحياء الشعبيه مي اكسي دابور سور لي ستابليسمون سكولير يعني كل المستويات سكوندير بريمير موين سور لي موسكي لي بلاصات بوبليك لي مارشي يعني ركزوا على هذه الاماكن اللي فيها تجمعات كبيره تاع السكان ومن بعد نطلقوا في وما تكونش غير حمله وطريه قال درنا اليوم ولا لازم تكون اون بيرمانونس يعني الا كان نديروا اليوم في اون غراند اوبيراسيون ومن بعد يعني نحبسوا رانا ما درنا والو. على كل حال هذه العملية تدخل في إطار مكافحة الوباء هذه الجائحة تاع كورونا كوفيد 19 اللي عرفت الأيام الأخيرة يعني تفاقم في أعداد المصابين بهذا الوباء ولتتفادي انتشار الواسع تاع هذا الوباء اللي ممكن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه انطلقنا في تسطير برنامج عام يدخل في إطار مكافحة الفيروس كوفيد 19 بتنظيم عمليات تعقيم واسعة على مستوى كل التجمعات السكانية واليوم رانا أشرفنا على انطلاق عملية كبرى على مستوى مدينة تبسة اللي تمس كل الأماكن اللي تعرف تجمهر اللي تعرف عدد كبير من المواطنين مثل الساحات العمومية مثل الأسواق العمومية مثل المدارس المساجد الأحياء الشعبية الكبيرة نفس العملية تنطلق على مستوى كل الدوائر وكل بلديات الولاية مع برنامج كذلك تحسيسي موجه للمواطنين نتنم هذه الفرصة لأتوجه لمواطنين مواطنين تبسة والمواطنين الجزائريين بصفة عامة للحفاظ على صحتهم للحفاظ على أسرهم وأتوجه للمواطنين باحترام القناع الواقي لازم يعني يولي حاجة في العادات نتاعنا اليوم هذا القناع الواقي هو اللي يحمي الأسرة يحمي الصغير يحمي الكبير يحمي كل واحد من هذا المرض الخطير وان شاء الله نتمنوا انها محنه ظرفيه وتكون البلاد ان شاء الله بخير الى نحترموا كل هذه الاجراءات الوقائيه الى نقوموا بالعمل يعني نتاع التعقيمي نتاع كل الاماكن اللي تستقبل الجمهور الى نحترم يعني في المتاجر في الاسواق في نحترم الاجراءات الوقائيه في المدارس ان شاء الله يعني نتغلبوا على هذا الوباء وتكون البلاد بخير ان شاء الله بارك الله فيك. ان شاء الله وانت نسيت الوباء هذا اشرف اليوم السيد ولي الولايه وذلك طبقا للبرنامج المخصص من طرف السيد ولي الولايه لمكافحه هذا الوباء اشرف على اعطاء انطلاق عمليه تعقيم على مستوى كامل تراب ولايه تبسة. اذا هذا اليوم بدايه بمدينه تبسة مدينه موبوءه لان مدينه لقت الان مدينه تبسة تركيز على مدينه تبسة ومدينه الشريعه كل المجهودات سوف تبذل من اجل مكافحه ومرافقه مواطني ولايه تبسة من اجل الحفاظ على سلامتهم كذلك اعطاء بعض التعليمات وعمليه تحسيس للمواطنين بارتداء الكمامات
وكذا استعمال احترام تباعد وكذا احترام الحجر المنزلي الذي قررته السلطات العليا للبلاد. إذن هذه العملية تندرج في عملية العمل الوقائية في مكافحة وباء كورونا فيروس. العملية راهي متواصلة على طرف يعني على مستوى بلديات كل ولاية. إذن تعليمات تم إصدار تعليمات لكل وحدات فنية تشارك في عملية التعقيم على مستوى البلديات وكذا الدوائر، وذلك لمجابهة هذا الوباء الخفي.